زي ما بعتولنا وكلمتونا كتير عن فكرة الأدوية المسرطنة اللي انتشرت الفترة الأخيرة، ايه اللي ناخده وايه اللي ما ناخدوش، او نعرف منين الأدوية اللي فيها مشاكل في السوق وهل تم سحبها كلها ولا لا، ده غير بقى منظومة الدواء بصفة عامة في مصر. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي دكتور محمد علي عز العرف، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. دكتور محمد اهلا بيكم. اهلا استاذة دينا. اسمحوا لي كمان ارحب بالدكتور عبد الحليم ابو حشيش، عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. دكتور عبد الحليم اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. خليني أبدأ في البداية وأطمن الناس. دكتور محمد، عايزة أطمن الناس عن مشكلة الأدوية المسرطنة. أولا، هي انتهت ولا لسه موجودة؟ هل في لسه بعضها في السوق ولا لا؟ قبل ما أخش بقى تفصيليا عن الناس تاخد إيه وما تاخدش إيه، اتفضل. طيب، هو بس الفكرة هو طبعا اتسحبت، اتسحبت كلها؟ يمكن بس هو الفكرة إن احنا فكرة أدوية مسرطنة، هي الموضوع مش كده. يعني الموضوع إيه؟ ان احنا لازم نعرف بداية الموضوع كانت شركة صينية اللي هي بتنتج الدواء او المادة الخام اللي احنا بنستوردها كشركات الدول المصرية بصنع منها ادوية. المادة الخام اللي هي الفالزرتان فيها شوائب، الشركة الصينية اللي هي منتجة المادة الخام دي، الامانة العلمية بتاعتها لما لقت الشوائب بتحتوي على مادة معينة اسمها داي نايترو زمين امين، ده مادة دي ايه، دي مادة مسرطنة. يعني المادة دي حضرتك موجودة في شوائب مش في الفالزرتان. انا عايز في فرق بين ان انا اقول الفالزرتان اللي هو دواء علاج ضغط ده مسرطن، لا، ده دواء ولا دي مادة فعالة الاول؟ دي الفالزرتان دي المادة فعالة حضرتك، فيها شوائب. الشوائب دي الشركة الصينية لقت الشوائب المحيطة بالمادة دي فيها مادة دي ان ام اي اللي هي مسرطنة. فراحت عملت تحذير. التحذير ده مين خده؟ الإيمة الأوروبية، لهيئة الدواء الأوروبية. راح مبلغة دول الاتحاد الأوروبي. عندنا إدارة ممتازة جدا اسمها إدارة اليقظة الدوائية التي تتبع الإدارة المركزية للصيدلة. راحت شافت الشركات المصرية اللي بتاخد المادة الخام دي من الشركة الصينية بعينها اللي نزلت التحذير، وعملت بيان بهذه الشركات وأسماء الأدوية، وعملت نشرة تم توزيعها على كل، عايز اقول لحضرتك، الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي والصيدليات. فهنا في كذا حاجه. الحاجه الاولانيه الصيدليات، ده دور التفتيش الصيدلي ودور الصيدله نفسهم لانهم قاموا بارجاع المنتجات دي اللي هي الادويه التي تم الاعلان عنها اللي اتخذت الماده الخام من الشركه الصينيه دي ورجعوها للشركات المنتجه. طب معلش انا عندي سؤال، معلش نقطع حضرتك دكتور محمد. انت بتقول ان الماده الفعاله دي الشركة الصينية دي اكتشفت ان هي فيها الشوائب بتاعتها بتسبب شيء بيسرطن يعني، فتم سحبها من السوق. طب ما هي المادة الفعالة دي موجودة في أدوية أخرى بعيدا عن الشركة الصينية، عشان كده ما اتسحبتش وعشان كده ما فيش مشكلة فيها. يعني الفازرتان اللي هو احنا مستوردينه، على فكرة احنا بنستورد ودي مش مشكلة بس هي حقيقة، احنا أكتر من 90% من المواد الخام للأدوية بنستوردها من الخارج. أكبر سوقين في العالم لاستيراد المادة الخام الصين والهند. فإحنا المادة الخام المستوردة من مكان تاني اللي هي الفالزرتان المستورد من شركة أخرى صينية لا غبار عليها. فعشان كده الرسالة اللي احنا بنقول عليها، أنا مش مطالب كأن أنا أقول أسماء الأدوية، ولكن النشرات موجودة. يعني أي حد ممكن يطلع على أسماء الأدوية بسهولة، بس الفكرة أن أنا أخد إيه، دي اخدها منين؟ من الطبيب المختص، لان الحالات بتختلف بالظبط. دي النقطه اللي انا عايز اركز عليها. وانا اصلا كاستاذ بطن اساسا، فالموضوع ده ما ينفعش ان اي مجال تاني، ما ينفعش ان انا الزملاء لو واحد تخصص تاني نفرض تخصص طبي غير الحاجه دي، ما ينفعش ان انا اقول لا خد ده مكان ده. واخد بالك حضرتك؟ ده تخصص دقيق يحتاج الى المتخصص يقول اخد ايه مكان ايه. وممكن اديله حاجات فيها الفالزرتان تاني بس شركات اخرى مستورده من اماكن اخرى. تمام. وزي ما حضرتك قلت مش بس تخصص، هي فكره ان كل حاله بتختلف عن الثانيه. بالظبط. يعني بالظبط. ده ياخدني دكتور عبد الحليم لسؤال اسال حضرتك عن فكره، حتى لو الادويه تم سحبها، احنا بطبيعه الحال كمصريين المرضى الضغط بدل ما ينزلوا، لان هو مرض مزمن، يجيبوا علبه او اتنين بيجيبوا ستوك يكون عندهم في البيت. فدي مشكله ثانيه غير بقى اللي موجود في الصيدليات اللي تم سحبه. دلوقتي لما بيجوا عشان ياخدوا البديل، بعض الدكاتره ايا كان البديل اللي الدكاتره هيوصفوه، هم بيخافوا يوقفوا الدواء ده. وجايز انا بقول لحضرتك الكلام ده من خلال يعني بعض المشاكل جات لنا من الساده المشاهدين. الناس بتتكلم عن فكره ان انا عندي الدواء في البيت وبستخدمه بقالي فتره، الدواء ده اللي هو فيه الماده دي اللي هو قد يكون بيحتوي على بعض الشوائب المسرطنه اللي اتكلم عليها دكتور محمد.
ولكن انا عندي ستوك في البيت بستخدمه وخايف اوقفه مره واحده لان مرضى الضغط ما ينفعش يوقفوا الدواء مره واحده. هل بقى الحل في الحالات دي بيكون ايه؟ طب كويس. خلينا نرجع الاول للنقطه الاساسيه. اتفضل. الماده الخام اللي هو الشركه الهنديه الصينيه اللي بتنتجها مش كل انتاجها كان فيه الشوائب. الشوائب دي الشوائب دي اكتشفت في تشغيلات معينه. تمام. مش في كل التشغيلات اللي بتنتجها، بمعنى ان انا لو انا مصنع عندي تشغيلتين من نفس المورد تشغيله منها ما فيهاش الماده المسيطره وتشغيله ثانيه قد ما تكون خاليه منها. فهي عشان كده وزاره الصحه لما اصدرت القرار بسحب الاصناف من السوق اصدرتها بارقام تشغيلات معينه. فبمعنى كده ايه؟ ان مش كل الادويه حتى الست ادويه اللي تم الاعلان عنها مش كلها اللي موجوده في السوق تكون فيها مشكله. مش بنهون ولا بنصعب الدنيا، يعني خلينا ناخد مثلا مثال جيد جدا بالنسبه لنا. الاف دي اللي هي الدواء والغذاء والدواء الامريكيه عملت ايه؟ التنبيه بتاعها للمرضى اللي قالت لهم استعملوا الدواء اللي انت بتستعملوه لغايه لما تروح تسال الدكتور او الصيدلي اللي انت بتتابع معاه. استعمل اكمل مع الدواء ده ولا اغيره ازاي؟ فدي الطريقه ان انا باخد حتى لو المده من هنا لغايه ما يروحوا للدكتور اسبوعين ثلاثه اربعه ايا كانت المده. هو انت يعني بالظبط كده، يعني التحذير واضح جدا اللي هي الدواء بعتتها للمرضى الامريكيين. استعمل الدواء اللي انت بتستعمله لغايه لما تروح للدكتور وتساله، لان الكارسيو يعني عمليه ما فيهاش خطوره يا دكتور. ما فيهاش يعني بص، المواد المسرطنه دي بتبقى نتيجه الاستعمال الطويل جدا. هو مرضى الضغط بيستخدموه مده طويله. هو نرجع نقول التشغيلات دي يعني التشغيلات السابقه من نفس الشركه ما كانش فيها الشوائب دي. دي الحاجات الحديثه يعني؟ دي شوائب حصلت في تشغيلات معينه وانتهت. يعني بشتغل عندي مثلا من 10 من 5 سنين بشتغل. مش كل اللي فات عندي ده كان فيه شوائب. ده الشوائب دي هم حددوها في تشغيلات محدده، عشان كده التشغيلات دي هي اللي طلع بيها قرار من وزاره الصحه. بس بعيدا عن الصيدليات بقى، فكره يعني ان انا اقول ان الماده او الدواء ده من الشركه الصينيه ممكن الناس العاديه تعرفه، بس فكره التشغيلات دي الناس هتعرفها ازاي؟ لا، مكتوب على العلبه، كل علبه مكتوب عليها رقم التشغيله، فوزاره الصحه مطلعه. انا عشان كده بقول لحضرتك ايه؟ لا، المريض بقى اللي هو نرجع للمريض المصري بالظبط. عنده ستوك في البيت، عندي 5 علب 3 علب 10 علب وات ايفر يعني. باخد الستوك ده اللي عندي للصيدلي. الصيدلي عنده تشغيله وارقامها عنده اللي هو البيان بتاع وزاره الصحه او منشور وزاره الصحه اوريدي اتوزع على كل الصيدليات عن طريق المفتشين وعن طريق شركات التوزيع. تمام. فكل الصيدليات في عندها صوره من المنشور ده. فبيبقى عنده ارقام التشغيلات بتاع كل صنف. فممكن انا كمريض هروح للصيدلي بتاعي اللي انا بتعامل معاه استعمل الدواء ده استعمله ولا لا. هو بيرجع للمنشور بيبقى فيه ارقام التشغيله، رقم التشغيله موجود على العلبه، هل ده ارميها ولا ارجعها؟ الصيدلي ما عندوش مشكله خالص ان هو ياخدها يرجعها للمصنع، والمصنع والمصانع بتعمل بجهد كبير جدا عشان تجمع كل اللي في السوق في اقرب وقت. فهم لغايه دلوقتي بيجمعوا، يعني حتى اللي بيرجع يعني تعليمات المصانع للصيدليات ان هم عندهم السيده دي يقبلوا حتى لو كان شريط. لو مريض انا واخد من شريط مثلا 10,000 خدت من قرصين 3 أو 5 هرجعه للصيدليه، الصيدليه بتقبله منه وبتدي له بديل ليه او بترجع له ثمنه وبترجعه لل لا، هي فكره ان احنا قلنا في الاول في امريكا قالوا للمرضى استمروا على الدواء لغايه ما تروحوا للدكتور ويغيروه. دلوقتي لو اخذوا المرضى اللي عندهم ستوكات في البيت دي، خدوا الادويه وراحوا الصيدليه وقالوا لهم التشغيله دي فعلا هي التشغيله اللي مش صح اللي انتم المفروض ترجعوها، بيرجعها. واحنا عندنا في 12 مسيل، ماده الفالزرتان ده في مصر فيها 12 مسيل نفس الماده الفعاله هي. ما هي يا دكتور النقطه اللي انا عايزه اوصلها هنا بقى، هنا لازم يكون في تعاون. يعني دي مشكله مش بتحصل كل يوم، فلازم يكون في تعاون مجتمع ما بين المريض والطبيب والصيدلي. لا، انا بس قبل ما اشوف التعاون ده في نقطه مهمه انا بتكلم فيها. هي ان خلاص المريض هياخد الادويه اللي عنده في البيت، اللي عنده ادويه في البيت هيروح للصيدلي يساله الدواء ده فيه تشغيله ولا لا. هيقول له لا، هيروح البيت وياخد الدواء. هيقول له هي دي التشغيله الغلط، يرجعها له. هيرجعها. المريض بقى هيعمل ايه دلوقتي؟ هيرجع للدكتور. يعني هو ما هو هي فكره الرجوع للدكتور، مش عايز يروح للدكتور او عايز يستمر على نفس الدواء الفالزرتان ماده فعاله. ماده الفالزرتان ليها بدائل مصريه موجوده برده في الصيدليه. يعني احنا قلنا في 6 شركات عندهم المشكله دي في عدد من الستوك بتاعها. في 6 تانيين موجودين في مصر اوريدي عندهم نفس الماده الفعاله موجوده في الصيدليات. فممكن يبدل ده مكان ده. الماده الفعاله واحده والتاثير واحد مش ياثر. لا اما عايز اكثر امانه ليه يرجع للدكتور بتاعه يقول له انا الدواء اللي عندي كان الفالزرتان ده كان هو اللي فيه الشوائب
استمر على ايه، والدكتور هيدي له الوصفه بتاعته. تمام، ده في حاله الرجوع للطبيب. دكتور محمد، طبعا زي ما اتكلمنا دلوقتي وقلنا ان الطبيب هو بيكون ادرى كمان بحالته، يعني الحاله اللي بيعالجها من فتره بيكون ادرى بيها. وفكره ان في دلوقتي تشغيله معينه زي ما الدكتور عبد الحليم قال، هي دي اللي بيتم الرجوع ليها عن طريق الصيدلي، نبدلها ولا ما نبدلهاش. فكره ان لو افترضنا جدلا ان المريض اخذ الدواء ده اللي هو فيه المشكله المسرطنه ده ومش واخد باله او ايا كان السبب، هو مستمر عليه لفتره حتى بعد ما عرفته، يعني ايه يعني زي ما بنقول أسوأ السيناريوهات زي ما بنقول؟ شوف، احنا يعني افترض في اي مرض ان احنا بنتابع، مفيش حاجه اسمها انا عيان ضغط وبفضل علاج سنين طويله. صحيح. وانا مرتاح عليه وخلص على كده. عندي سكر برتاح العلاج معين بفضل عليه بالسنين، عندي علاج كبد برتاح عليه. السؤال بتاع حضرتك ده مهم جدا، ده بيتدرج تحت حاجه اسمها ايه، الاطمئنان على الصحه العامه. هل الدواء ده فقط، معلش خلينا نتكلم بقى صراحه، يا ريت، هل الدواء ده فقط هو اللي يحتوي على مادة مسرطنة في المجتمع المصري؟ لا. صحيح. احنا اتنبح صوتنا يا استاذ دينا، قلنا في مادة اسمها أفلاتوكسين. دي الحبوب الغير مخزنة جيدا، الذرة، الفول السوداني، اللوبيا، الفاصوليا، ده وابحاث طبية لقينا فيها علاقة شديدة جدا مع سرطان الكبد. فإذا الوضع ايه؟ ما اقدرش اقول ان انا خدت العلاج الضغط ده اللي هو طلع التحذير منه والمسرطنة اعمل ايه، واعمل اشعه مقطعيه لكل الجسم ولا بيت سكان ب 7-8000 جنيه عشان هو ما فيش بؤر. لا، الفكره ان انا بتابع، انا عندي لازم اتابع اولا لو تشيك اب العادي، التشيك اب العادي او الاطمئنان العادي بيوجهني انا كطبيب سواء اي تخصص بتحاليل معينه بقدر اقول والله في احتماليه حاجه معينه، بناء عليها بطلب الحاجات اللي الاكبر في التشخيص. لكن انا مش عايز يحصل رعب للناس. انا عايز اقول ايه، اي واحد لاي مرض سواء ضغط سكر اي حاجه، يا جماعه لابد من المتابعه. المتابعه مش لازم عند الدكاتره الكشوم غالي، المتابعه عندنا العيادات في المستشفيات، العيادات التخصصيه، عندنا مستشفيات تخصصيه، عندنا عيادات القلب ما اكثرها، مستشفيات جامعيه ومستشفيات وزاره الصحه ومستشفيات الهيئه العامه للمستشفيات التعليميه موجوده، واخد بال حضرتك؟ عندنا معهد القلب على مستوى عادي. فهنا احنا ارجوكم ان احنا ايه؟ الرساله نطمئن بطريقة سليمة. الطريقة سليمة أنا بعمل اطمئنان عام. طيب في الحالة اللي احنا فيها تحديدا، المادة دي اللي موجودة في أدوية الضغط، أي مريض لسه بياخد الأدوية، أعرف حاجة، احنا في مصر عندنا مشكلة الدكاترة، وما أعرفش والله إذا كان ده نوع من أنواع الطرف ولا نوع من أنواع أن أنا اتشهرت ولا إيه، مش عارفة الحقيقة، بس في دكاترة بيديك معاد بعد شهر، بعد أسبوعين ثلاثة، بعد ثلاث أسابيع، وأنا ما أعرفش بصراحة هم بيتعاملوا كده مع مرضاهم إزاي، بس ما علينا يعني. هل هو الوحيد؟ نعم. هل هو الوحيد؟ مش هو الوحيد، بس هي بصراحة فكرة مستفزة ان يكون في مريض مستني دكتور 3-4 أسابيع. دي مشكلة، بس هي مش موضوعنا يعني، بس هي الفكرة دلوقتي. لا، ما لو في وقت والله انا كنت فتحتها واكيد هنفتحها، بس هي الفكرة دلوقتي المريض عايز يبدل الدواء بتاعه اللي هو طلع تحذير ان هو في حاجات مسرطنة. وكلمة مسرطنة دي بتخض لوحدها اصلا من غير حاجة، يعني اي حد بيسمع الكلام ده بيتخض. كلم الدكتور بتاعه، والله انت علشان تجي لي تاخد بقى كمان اسبوعين ثلاثه، خلال الاسبوعين ثلاثه اربعه شهر ايا كان بقى، والمريض بيخاف يغير الدكتور على فكره. أيوة. لان هو بيبقى الضغط والسكر والحاجات دي بيبقى مريض متابع حاله الـ أيوة. المريض ده من سنين. أيوة. فكره اعمل ايه انا لغايه ما اروح للدكتور؟ انا دلوقتي باخد الماده اللي أيوة. فيها مشكله. أيوة. اعمل ايه من هنا لغايه 3-4 أسابيع لغايه ما اروح للدكتور لغايه ما يديني ميعاد؟ طيب اكمل على دي؟ أيوة. ولا اخد حاجه ثانيه؟ انا بكلم من منطق كلينيكال، ناحيه كلينيكيه بحته، مع احترامي لتحذير الاف دي اي. تمام. اي واحد عنده ستوكات للفالزرتان اللي فيه ارقام تشغيله اللي فيها مسرطنه ونسبه تحذير من الاداره المركزيه للصيدله، ارجوكم رجعوها فورا لاي صيدله. ياخدوا ايه؟ ما استخدمهاش. هروح يا فندم، موجود والله العيادات يا استاذ دي، مش لازم اروح للدكتور الحجز قدامه شهر وشهرين، لا يا فندم موجود موجود وعلى كفاءه. انا هعمل ايه؟ انا كدكتور انا بشوف التاريخ المرضي، الضغط ده هل في مرض اخر عنده، في سكر، مفيش، هل وظائف الكلى بدات تلخبط معاه في حاجات معينه، هل في امراض قد تتعارض او ادويه قد تتعارض مع الماده اللي هي الفالزرتان
يعني في حاجات انا كاطباء عشان كده بقول لحضرتك لازم الرجوع للطبيب. يعني كل واحد له تخصص وله مهنته وله الحاجه اللي يقدر يحكم فيها. انا بنصح الناس اللي عندهم الويتنج ليست دكاتره شهرين وثلاثه، لا روحوا، ويعني اللي في القاهره اقول له يروح فين؟ معهد القلب، يجي مستشفى احمد ماهر، مستشفى الساحل التعليمي، المطريه التعليمي، مانشيتي البكري، اقول لك اسامي تمام. طيب دكتور عبد الحليم، يعني احنا من من ما نوقفش الدواء لغايه ما نلاقي الدكتور اللي احنا كنا بنتكلم عليه دكتور محمد، ما نوقفش الدواء، ناخد البديل على طول حتى من غير رجوع للطبيب؟ لا، هو هو البديل يعني الدكتور يعني الطبيب هنحتاجه لو هنغير الماده الفعاله. لكن لو انا هستعمل الفالزارتين كمادة، لا قصدي توقيف الدواء مره واحده دي لا، لا يوقف خالص لا. لازم لازم الضغط لازم عليه، ده انا بتكلم عليه. لو ما استعملش الدواء ما ياخدش حاجه، ده غلط طبعا. هو ده اللي انا غلط طبعا، غلط طبعا. هو في يعني زي ما الصيدلي يعلم كويس جدا، يعني مادة الفالزارتان دي موجودة في أصناف إيه تانية والتشغيلات إيه، فهو ممكن يبدل يعني نفس المثيل بتاعه، هو نفس الصنف هو هو من شركة تانية، بدل ما صنعه مثلا من شركة إكس هيبقى واي. المادة هي هي والتأثير واحد، ما لا يختلف شيء. لأن احنا في الآخر الجودة في الأصناف تقريبا هي هي في الآخر. تمام، فما ما فيش مشكله ان هو يبدل. انا ليا تعريف ربع دقيقه مع احترامي لراي الدكتور. هو ان انا ممكن الزملاء الصيادله، لكن في نقطه، في زي ما حضرتك قلتي في ناس بياخدوا علاج الضغط فتره طويله وما رجعوش. رب الضاره النافعه ان احنا ابدا من دلوقتي ان جميع مرضى الضغط يبداوا يعملوا ريتشيك، يعني اعاده فحص تاني مع الدكاتره. تمام، هو اكيد لا يعني احنا من غير مش مختلفين. انا بتكلم ان احنا يعني ان المريض بيراجع الطبيب ده في بانتظام، دي حاجه، لكن انا حاجه شيء طارئ لازم استمر على علاجي، عندي يومين ثلاثه اسبوع ومش عايز استنى لغايه ما اروح الدكتور، فلازم يبقى كده. تمام، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دكتور محمد علي عز العرب، المستشار الطبي المركز المصري للحق في الدواء، شرفتني يا دكتور محمد. وبشكر حضرتك يا دكتور عبد الحليم ابو حشيش، عضو شعبه الادويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه. دكتور عبد الحليم شكرا جزيلا لحضرتك. بشكر حضراتكم كمان مشاهدينا على المتابعة. للأسف وقتنا انتهى، ولكن بكرة إن شاء الله الساعة 9 الإعادة بتاعتنا. البرنامج انتهى، ولكن احنا هنطلع دلوقتي نشوف تقرير مهم جدا عن مؤتمرات التقرير الحلقة دي. طيب التقرير مش معانا، بشكر حضراتكم، تصبحوا على خير.